دكتور حياك الله مجددا. حابين نتعرف البداية على الجلوكوما. مش يعني الجلوكوما؟ طبعا الجلوكوما أو الماء الأزرق أو يسمونه السارق الصامت أو أجدادنا يسمونه السويرق لسبب إن شاء الله راح أذكره، هو مجموعة من الأمراض اللي تصيب العصب البصري، عصب العين. طبعا تؤثر على المجال البصري، وغالبا أهم سبب من أسبابها اللي هو ارتفاع ضغط العين. ارتفاع ضغط العين. نعم. جميل. بس أنت قلت سويرق، بتعرج عليه بعدين. إيش نعم. موضوع السويرق؟ السويرق طبعا أجدادنا يعني أطلقوا الاسم هذا، ويعني دقيق جدا ويصف المرض بدقة، أنه يعني ما قالوا السارق، قالوا السويرق، لأنه يسرق من النظر أجزاء بسيطة بدون ما حد يحس. عجيب. نعم. وهذا ما له علاقة في أنه بالضغط نفسه، بضغط الجسم، هو يرفع ضغط ضغط العين. نعم. جميل. ضغط نعم. العين. نعم. طيب بحب نتعرف على الفرق بين اللي يعرف أنا، وهذا اللي خلينا نسأل قبل الحلقة، اللي يعرف أنا أنه في ماء أبيض. نعم. فاستغربت لما قلت أنت ماء أزرق، قلت كيف؟